احنا مستمتعين باجواء الصيف الرائعه وفي نفس الوقت متبين الاحداث، فشكرا لهذا الصحفي اللي غادي تسمعوا الكلمه ديالو اللي كانت من القلب وكانت بكل حرقه وما بغى حد يسيء لجلاله الملك ومملكتنا الشريفه. فالخرجات الصحفيه الجزائريه كانت غير موفقه وما استوعبوش وما فهموش الاخلاق الساميه والانسانيه لجلاله الملك، ولكن كان الرد من عند هذا الصحفي كافي. فالله يكثر من امثالك لانك قلت كلمه حق ولم تخشى لومه لئيم. اذا تبا اي خائن في هذا العالم، تبا لكم وعلى عدم الغيره ديالكم على ملكنا الهمام. فبدل انك ترفع الرايه وتشارك الجاليه المغربيه الفرحه ديالهم بعيد العرش، كنتي مصدر استفزاز وبينتي على انك دون المستوى. فشكرا للصحفي اللي يتكلم بكل جراه ومن الاعماق. كما سمعنا خطاب جلاله الملك محمد السادس امس بمناسبه عيد العرش. هذا الخطاب الذي اعتبره خطابا جامعا لكل الاحداث التي تدور داخل المغرب الشريف وخارج المغرب. اتكلم عن حاجات كتير داخلية تخص الشعب المغربي الطيب، وتعرض للحديث عن علاقة المملكة المغربية الشريفة بدويلة الجزائر. كلامه كان راقي جدا جدا، في منتهى الوضوح، منتهى السلمية. هذا الرجل الطيب شفاه الله وعافاه تحدث من أعماقه بكل صدق وشفافية. هو يدعو للسلم، يدعو للتقارب، يدعو للمعاملة الحسنة للجيران، ولكن يبدو أن الجيران لم يفهموا هذا الرجل الطيب. أمام العالم أجمع وعلى مسمع ومرأة من العالم، أحرج القائمين على دويلة القرقوبي إحراج ما بعده إحراج، أحرج السلطة الجزائرية أمام العالم. هذا الرجل الذي يمد يده لهم دائما بالسلم ودائما يناشد حقوق الجيرة والأخوة والعلاقة الطيبة فيهم، وهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يفقهون. الكلام الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في عيد العرش جاء عليهم وكأنه طلقات رصاص، لم يستشعروا فيه مدى الطيبة والسلمية التي يدعو لها جلالة الملك. أصابهم بالسعار، هذا الكلام أصابهم بالسعار، فأطلقوا كلابهم تنبح. للأسف عقلية قرقوبية، يعني معرفش جاية منين، ما بيفهموش حاجة، دائما دائما يتلاعبون على الألفاظ اللي هم مش فاهمينها. ما أنا قلت لكم هم بنقاء، دول بنقاء. الملك محمد السادس يقول العلاقات الطيبة وحسن الجوار و و و و كلها دعوات، أو دعوة يعني دعوات للسلمية ودعوات للمودة ودعوات للمحبة، وهم يأولوا الكلام ويفسروه على مزاجهم ويقولوا اللي هم عاوزينه من واقع العقدة النفسية، المرض النفسي، الهبل اللي هم عايشين فيه واللي مش عارفين يتخلوا عنه. جاتهم 60 نيلة عليهم وعلى أيامهم. والله العظيم جلالة الملك محمد السادس ده راجل طيب وقلبه أبيض. أما هؤلاء مغموسين في
يعني عجين من الحقد والكره لنفسهم ولغيرهم. عيل اهبل كده طلع مأجور الوكاتب كده دالي، يعني دكتور، دكتور في ايه ده؟ دكتور في ايه؟ جاب كنيلة، وانتوا بتتعلموا اصلا عشان يبقى عندكم دكاترة ولا خبرة ولا هباب؟ جاتكم القرف قرفتونا. عيل اهبل مأجور كده من السلطة اسمه جمال سالمي، جمال سالمي، نفسي يحط الاسم التالت ولا الرابع ولا الخامس عشان نعرف هو جاي منين اساسا، انما في منين منين. نزل مقال في موقع اسمه جريدة رأي اليوم او الرأي اليوم، معرفش بتاعتهم حاجة هبلة كده يعني، تمنيل عليهم وعلى ايامهم. المقال بعنوان 10 ملاحظات جزائرية حول خطاب ملك المغرب. مش بقول لكم اطلقوا كلابهم تنبح، يعني اطلقوا الكلاب تنبح، من يكون هذا عشان يرد على 10 نقاط قالهم جلالة الملك محمد السادس؟ مين ده؟ وفين المسؤولين؟ الراجل بيدعو للسلمية، بيدعو للسلام، بيدعو لإعادة لصفحات جديدة، نبدأ من أول وجديد، نفتح علاقة بين البلدين، ودول كلاب تنبح، كلاب تنبح، ولا فاهمين ولا عارفين ولا عندهم علم ولا عندهم فكر ولا عندهم عقل أصلا. مش بقول لكم قرقبين، والله والله مقرقبين، القرقوبي لحس نفخهم خلاص، دول بقى خلاص باي 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 باي، خلاص باي باي عقل، مش ممكن. أو الواد الأهبل ده والله تشوفوا صورته نازلة على البتاع على المقال، جربان. الدكتور دكتور في إيه؟ دكتور في حتى أكلت السمكات حتى رأسها؟ دكتور في حتى يعني، ولا دكتور في إيه؟ أنا مش فاهم. دكاترة وخبرة وعلماء وكلهم منخوليا، كلهم استنجلينا والله العظيم، كلهم كلهم ضربين. قرقوبي عامل أحلى شغل. بيقول ايه الاهبل ده بقى؟ بيقول في المقال بتاعه النقطة الاولى رقم 1، نبرة ملك المغرب كانت حانية وخافتة. عشان راجل محترم، عشان راجل مؤدب، عشان راجل مؤدب، راجل بيدعو للسلم، في محاولة لاستعطاف قلوب الجزائريين. جات كنيلة، استعطفكم على ايه؟ على ايه ده؟ انتوا تخربوا اللي ما يتخربش، هيستعطفكم على ايه؟ الراجل بيعمل بتقاليد الدين وبتقاليد العرف وبتقاليد الجيرة ويعني بيتكلم من قلبه. هل هيستعطف قلوب القرقوبيين؟ استعطفكم الله العظيم، ده انتوا البعد عنكم غنيمة، جت كنيلة عليكم وعلى ايامكم. وظهور علامات المرض، الله يشفيه الله يشفيه ويعافيه، وظهور علامات المرض عليه جذبت تعاطف كثير من الجزائريين، ولكن تعبيرات وجهه كانت تدل على حرص عاطفي حقيقي لاستمالة أكبر عدد من المشاهدين وبخاصة الجزائريين. إيه يالا ده يالا؟ محلل نفساوي يا أخويا، بتكنيل عليك وعلى علمك. الرجل مريض الله يشفيه ويعافيه، بيتكلم من قلبه، لا عايز يستعطف قرقوبيين ولا هبابيين، هو بيتكلم كلام بما يرضي الله، لان ده الراجل عارف دينه مش زيكم. راجل متأصل علوي من سلالة آل البيت الطيب، راجل عارف دينه وعارف منشأه وعارف اصوله، انما انتوا عارفين انتوا جايين منين، فلا يمكن هتفهموا هذا الكلام. متخيلين انه بيعمل كده عشان يستعطف؟ يستعطف مين؟ يستعطف مين؟ ده انتوا جعانين، ده انتوا تجيبوا الفقر لاي حته تحطوا رجلكوا فيها. يستعطف ايه؟ جاتكوا القرف عليكوا وعلى ايامكوا، يستعطف مين؟ خايف منكوا؟ وانتوا رايقين تاكلوا؟ بعد تزايد كراهيتهم له مؤخرا، بيقصد القرقوبيين يعني، تزايد كراهيتهم له
في مؤخرا يعني بفعل هرولته نحو العدو الصهيوني. يا سلام، طب ما تعملوا كده، ما تخلوا فشكريحة بتاعكم يعمل الجيش المتين كده ويروح بقى يقضي على إسرائيل دي ويحرر فلسطين، بدل ما انتوا عمالين تلوكوا ولوك لوك 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 العدو الصهيوني القضية الفلسطينية، ما تعملوا جيش كده محترم زي الاستعراضات الهبلة اللي انتوا كنتوا جايبينها بالسلاح الروسي الاهبل بتاعكم ده، وروحوا حرروا بقى فلسطين واقضوا على اليهود دول وعلى إسرائيل، واقضوا عليهم بقى، اقضوا عليهم بدل ما انتوا عمالين تتكلموا خلاص. عملتوا ايه للقضية الفلسطينية؟ كلامه بس. كنيل عليكم وعلى معرفتكم. مما يجعل هناك استمالة استحالة تصديق من جانب عموم الجزائريين. ان شاء الله ما عنهم صدقوا، ان شاء الله ما عنهم صدقوا. الملك محمد السادس يقول كلمة لله وبما يرضي الله، تتنيلوا على عينيكم تصدقوه، ما تصدقوهوش على فكرة مش هتفرق كتير، كفاية ان شعبه الطيب مصدق، اما انتوا ولا تفرقوا معهم في حاجة على فكرة. فضلا عن نخبهم السياسية وقيادتهم، هم عندكم نخب سياسية، دولة قرقبيان العظمى القوى الضاربة في عمر في عمق البطيخة القارة الكوكب، عندها نخب سياسية، مين؟ عبد المجيد القفة وابو سيد لهبل وايمن القفة وشوية القفة في دول، مين النخب السياسية اللي عندكم والقادات اللي عندكم؟ من فشكريحة قادات ايه ونخب سياسية؟ جاتك نيلة دكتور، ايه ده جاتك نيلة عليك وعلى شكلك. نسمع الباقي. رقم اتنين بقى، الملك فاجأ الجميع بتوجيه رسالة مباشرة للرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، لكن ذلك يخالف الواقع، فقد بالغ سياسيين ودبلوماسيين مغاربة في استعداء الجزائر مخالفين بذلك كلام ملكهم. مفيش حد بيخالف كلام الملك على فكرة في المملكة المغربية كلها، لأنه معشوق المملكة وشعب المملكة ومسؤولي المملكة.